السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشوف سكواد بلان 3D، الواجهة بتاعته هتلاقي فوق بارادايم زي أي برامج الأوتوكاد، هتلاقي تقسيمات معينة. ده يعني مثلا لو هتبدأ هنا، لو عايز تعمل مانج للملف بتاعك، اللي عايز تحط أنوتيت، عايز تعمل كولابريشن مع الناس اللي شغالة معاك في سيرفيس تولز وهكذا. وبتلاقي هنا حاجة مهمة أوي اسمها بروجكت مانجر، ده لو أنت عايز تفتح مشروع ممكن تقول له أنا عايز أفتح مشروع هنا. هتلاقي هنا الجزء دوت اللي هيظهر فيه الشغل بتاعك، فعندك حاجة اسمها كرييت، تقدر تعمل مشروع جديد يو بروجكت أو تفتح مشروع موجود. وهنا هتلاقي لو أنت عايز تبدأ بالـ PI ID أو البرنامج 3D هيديك المعلومات، هنا تقدر تشوف آخر ملفات أنت فتحتها. جيت ستارت هتلاقي هنا بعض المعلومات الشرح، وهتلاقي شو بروجكت مانجر اللي هو يظهر لك القايمة ديت. والقائمة دي مهمة أوي جدا في الأوتوكاد بلان 3D أو في الأوتوكاد MEP أو في الأوتوكاد أرتكشر، لأن هو ده اللي بينظم لك المشروع بتاعك. تقدر تيجي هنا تدوس مرتين يبدأ يفتح لك المشروع بالشكل دوت. أول ما تفتح المشروع تلاقي القوائم بدأت تتفعل معاك بالشكل ده. ده هنا بتلاقي البي أند أي دي وبتلاقي البلانات 3D. بنعمل البي أند أي دي كتفكير كتنظيم للشغل هيبقى عامل إزاي، وبعد كده بنحوله ل 3D. هتلاقي قائمتهم هنا الحاجات الأساسية، هتلاقي هنا لو عايز ترسم ايزو، هنا الستراكشر حتى الإنشائي الأناليسيز وهكذا. هتلاقي مقام هنا نيو لو أنت عايز تعمل ملف جديد أو شيء، الأوبن لو أنت عايز تفتح دروينج أو تفتح من الكلاود اللي هو الـ A360 لو أنت عايز تعمل تفتح الشيء، أو تفتح ملف دي جي إن أو في بعض الملفات بتبقى جاية كأمثلة. لو أنت عايز تسيف المشروع بتاعك أو تعمله سيف إز، هتسيفه مثلا كلوحة، أو عايز تسيفه على أوتوكاد 360، أو عايز تخليه تمبليت بحيث لو هتكمل عليه الشغل، أو ستاندرد ده ملف بيقارن بينه وبين أي مشروع شغال فيه. يعني أنا شغال عايز أتأكد إن الرات عندي مظبوطة والإعدادات مظبوطة، بعمل له مقارنة بينه وبين ملف ستاندرد ويقول لي إيه الحاجات المختلفة، وأنا بديك بعض أخرى. وهنا تقدر تحول الملف بتاعك لزر آخر. هنا لو عايز تعمل امبورت ملف PDF أو DGN أو FBX، تقدر تصدر المشروع بتاعك كـ DWF بحيث الناس تقدر تقراه وتكتب كومنتات، بس ما لهاش إنها تعدي 3DWF PDF DGN FBX وهكذا. ممكن تعمل البابلش، ممكن تبعت الشغل بتاعك في طبعا سلسلة الأبعاد، أو تعمل أركايف تاخد نسخة كده على جنب، أو تبعت على طريق الإيميل الطباعة. وفي 3D برنت لو عايز تطبع 3D برنت، في درونج يوتيليتي تمام، ده اللي هو هتغير اليونت، تعمل أوديت الملف بحيث تصلحه، ستاتس، تعمل بيرج ريكفر لو في حاجة باظت، تقدر تعمل ريكفر للملف بتاعك بس أو الملف واي سيرفرات موجوده فيه. وهنا هتلاقي الاوبشن، او تكتب config هيظهر لك نفس القائمه ديت.